في البداية أحب أن أعلن عن البدء بافتتاح محطة ميسان الكهربائية. هذه المحطة التي تنتج بحدود 750 ميجا واط، وهذه إضافة نوعية للشبكة الوطنية لنقل وتوفير الطاقة لكل محافظاتنا. قد تكون محافظة ميسان المستفيد الأول، ولكن في نفس الوقت ستكون داعمة للشبكة الوطنية الكهربائية. هذه المحطة التي تستخدم الغاز المحلي من حقول الغاز في محافظة ميسان، وهذا تطور نوعي جديد، تطور في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء، سوف يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز والكهرباء المستورد. نفتح اليوم هذه المحطة، وقد فتحنا في الأشهر الماضية محطة الناصرية وسامراء والمثنى، وقريبا سوف نفتح محطة عكاز، وكذلك تطوير محطة الأنبار. لقد بذلت هذه الحكومة جهودا استثنائية لاستخدام الطاقة ووضع استراتيجية جديدة تعتمد على تطوير كفاءاتنا والاستفادة من خبرات شبابنا في وزارة الكهرباء. هذه المحطة والمحطات التي تم افتتاحها في الماضي القريب فتكون محطات مركبة تحتمل على مرحلتين من العمل، وتقلل من الهدر في الطاقة، وكذلك تساهم في تقليل الانبعاثات الحرارية وتكون صديقة للبيئة. اليوم العالم تغير كثيرا، وأصبح موضوع البيئة من أولويات العمل، ولهذا قمنا بتغيير اسم الوزارة إلى وزارة الكهرباء والطاقة البديلة، الطاقة البديلة الصديقة للبيئة، والتي تكون أرخص تكليفا وأكثر ملائمة لتطورات العصر. كما أن العمل ما زال جاري في وزارة الكهرباء وعبر خطة الحكومة على استراتيجية جديدة تعمل على توفير الطاقة وفق مجموعة ظروف وشروط لتحسين الكهرباء في عموم العراق. لقد افتتحنا محطات غازية من ضمن هذه المحطة، وعملنا على تطوير المحطات التقليدية في الكهرباء، وبين تكون محطات مركبة تنتج حجم أكثر من الكهرباء وباستهلاك أقل للطاقة. مشينا بمشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذلك عملنا على الاستفادة من هذا الربط بأن يكون العراق ممراً لنقل الطاقة بين العراق ودول الجوار. وقد دعمنا كذلك قطاع الطاقة بتوقيع مجموعة عقود تعتمد على الطاقة الشمسية، وهناك مشاريع كما ذكرت قبل قليل سنضع حجر أساس لها قريباً ونفتتحها في القريب العاجل. كان عندنا اجتماع يوم أمس في مجلس وزراء، وتدارسنا عملية دعم المحطات الكهربائية وكذلك المولدات الأهلية، وأخذنا مجموعة قرارات في الأسابيع الماضية ويوم أمس كذلك بدعم أصحاب المولدات، وتقلل من كاهل معاناة المواطنين في الصيف. الناس تنتظر من الحكومة أن تقدم لها الخدمات وتوفر لها فرص عمل، ومن غير معقول أن تبقى الحكومة مكتفة وغير قادرة على الإنجازات بسبب عدم وجود موازنة. تعرفون الظروف التي مرت بها الحكومة، كانت ظروف صعبة عمرها سنتين، ومن هالسنتين تقريبا في عام 2020 كانت ما عندنا موازنة، في عام 21 عندنا موازنة، الآن في 22 ما عندنا موازنة. كيف تستطيع حكومة أن تعمل بدون موازنة؟ كل سنة تتأخر بها الموازنة، أعتقد هناك تأخير ما بين 5 سنوات إلى 10 سنوات من تقديم الخدمات لمواطنينا. مرة ثانية أحب أن نشكر كادر وزارة الكهرباء من السيد الوزير وكلاء كل كادر، وكذلك الشركة المستثمرة في هذا المشروع، وأتمنى لكم كل توفيق، وشكرا جزيلا على الجهد الذي تحدى كل الظروف الصعبة من وباء كورونا وظروف الموازنة من هذا النفط. نجحتم في تنفيذ هذا المشروع من أجل خدمة العراق والعراقيين، وشكرا جزيلا.